شاركت إمارة الشارقة في فعاليات الدورة 13 من قمة AIM للاستثمار التي أقيمت في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري تحت شعار التكيف مع تحول المشهد الاستثماري. تحرص الشارقة على الحضور في مختلف المحافل الاقتصادية التي تدفع عجلة اقتصاد الإمارة، وهذا ما ترجمته مشاركتها في فعاليات قمة الاستثمار بدورتها 13 التي أقيمت تحت شعار التكيف مع تحول المشهد الاستثماري. وضم الوفد المشارك الذي ترأسه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة كلا من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام شمس ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين سعيد. ركز تحت المنصة في ترويج لقطاعات مختلفة، منها المناطق الحرة، عندنا مدينة الشمس، ومنها القطاعات الصناعية والقطاعات الثانية اللي نركز عليها. تعتبر إمارة الشارقة واحدة من أفضل 5 جهات للاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب التقرير اللي طلع قبل كم من يوم، ونحرص في مشاركاتنا هذه للتسليط على الفرص هذه. وتضمن برنامج المشاركة جلستين حواريتين تناولتا الأبعاد التنموية المستدامة للاستثمار وآليات الترويج المبتكرة لوكالات الاستثمار الأجنبية المباشر للوصول إلى مجتمعات الأعمال العالمية. ملتقى الاستثمار السنوي أصبح واحداً من أهم الأحداث الاقتصادية الدولية ومنصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، وتحرص إمارة الشارقة على المشاركة فيه بهدف الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة وحوافز الاستثمار. يستعرض مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي من خلال مشاركته منجزات اقتصاد إمارة الشارقة وأهم التسهيلات التي يقدمها لدعم المستثمرين وإنشاء الأعمال. لأخبار الدار مجد سويدي من مركز أبوظبي الوطني للمعارض.